حاليا متوجهين لزيارة أنيس النفوس سلام الله عليه الإمام علي بن موسى الرضا، روحي له الفداء. أنا والطيب وعلاي، والجو بارد جدا، تقريبا 3 درجة الحرارة. السلام الله على الإمام، برد حر، نزور. ونصيحتي لزوار الإمام لمن يبون يروحون الحرم، انووا أن زيارتكم تكون نيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بكل خطوة تخطونها، ومن تنونها باسم الإمام وتبدون تتحركون كل خطوة تكون مختلفة عن باقي الخطوات اللي زرتوا فيها من قبل، خصوصا لأنكم اقترنتوا زيارتكم وأهديتوها إلى إمام زمانكم، الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي هو أكرم الأكرمين. يعني أنت من تهديل خطوات زيارة جد الرضا سلام الله عليه، شلون راح يرد لك إياها الإمام وانت تمشي بهذه الخطوات؟ وانت تمشي الإمام سلام الله عليه على طول يرد لك إياها. فأتمنى تجربونها، للحين قاعد يزور بالمراقد المقدسة، ويتكلموني الحين بالكاظمية، وكلموني جماعة بالنجف وكربلة، واللي بالمدينة عليكم بالعافية جميعا. فانووا تزورون، تمشون، توقفون، تقرون قرآن، تسبحون تسبيحة الزهراء، تقرون أدعية، زيارات انووا قربة إلى الله تعالى نيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وشوفوا الناتج، شوفوا شلون زيارتكم راح تكون مختلفة عن باقي الزيارات. وهذه هي شوارع مشهد مقابل صحن الإمام سلام الله عليه، وهني وانتوا تمشون راح تشوفون أجمل منارة، منارة السلطان. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك أيها الإمام الضامن الثامن، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك يا ابن الحسن المسموم سلام الله عليه. لأن لا ننسى أن 9 المعصومين أو 8 المعصومين من أبناء الحسين يصير جدهم الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، لأن الإمام الباقر أمه فاطمة بنت الإمام الحسن. فسلام الله عليك يا ابن الحسن والحسين. ومن تزورون تذكروا كلمتي، من تشوفون هالشيار اللي على اليمين وتمشون خطوات، شوفوا الله 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 الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلموا على مولاكم، سلموا على اللي راح يضمن لكم الجنة. إن شاء الله كلكم تزورون وانتوا تدعوا لي تمشون عني هذه الخطوات ان شاء الله في القريب العاجل. هذه قبة السلطان سلام الله عليه. الله، قبة غير والله. جنة عايش ولي نعمتي هو ابن الكعبة، جنة عايش اذا اسم الرضا عبده خادم، خادم ينسبوني الى سلطان خراسان، غريب الدار والاوطان، سيدي ويعرفونه هو الثامن علي الضامن، وانا بحبه اظل امن باسم الاخديم، انا هالعمر لو قيضة خلت نادي البشر، هذا ابن الرضا خلت نادي البشر، هذا ابن الرضا يا علي يا ابن موسى. اتمنى انكم تحسون باللي احنا نحس فيه الحين، وطبعا بما انكم راح تقترنون او مو راح تقترنون، انتم اساسا الحين ويانا بالزيارة، واقترنتوا زيارتكم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل خطوة تنونها نيابة عنا سلام الله عليه، والإمام المهدي يقينا بكل خطوة يشتاق أكثر إلى جده الضامن الثامن الرؤوف السلطان، فأنتوا كذلك نفس الشيء راح يحوشكم. ومثل ما تشوفون كل الزوار يكفون يقرون إذن الدخول لزيارة المولى سلام الله عليه، ونحن إن شاء الله نوقف كلنا ونقراها ويا بعض قبل لا ندش الصحن سلام الله عليك يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله، وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبتي كما أعتقدها في حضرته،
أعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون، يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. وإني أستأذنك يا رب أولا، وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا، وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام، والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصحن الشريف للإمام السلطان سلام الله عليه. طبعا أول ما تدشون، أول ما تطبون هذا الصحن، على طول تقفون عند الباب تسجدون شكرا لله وتقولون الحمد لله رب العالمين. هذه اللحظات من توصلون والله مو محسوبة من أعماركم، حطوها ببالكم، والله مو محسوبة من أعماركم. وانتوا تمشون للزيارة خلوا لسانكم يلهج فقط بذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ذكروا الزهرة سلام الله عليها، ذكروا الزهرة، ترى طارد زهرة سلام الله عليه يلفت نظر الإمام. الله الله، بعد أم الحسن، بعد حجة الحجج. الله الله، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا صحن جمهوري. يا الله، هذا باب الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي السلطان. اي والله سلطان 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 سلام الله عليه. الله، إيه هذا الرضا. والحين بحاول أدخلكم من صحن لصحن، وأنا أمشي راح أقول لا ما أنسى أني نلت أعظم شرف بالخدامة، وقلبي بالحب اعترف والسبب كان عندي سلطان ضامن الجنة نعرف. لا منسى يوم اللي عرفت مجلسه وبيه وقفت، وصورته أول ما شفت هملت العين هملت العين. الله، عرفني صحبة تعلمت تمشي بالدم لو عمت، من الإلهي تنعمت تخدمي حسين تخدمي حسين. مالي غيرك يا الرضا، مالي غيرك يا الرضا، مالي غيرك يا الرضا، مالي غيرك. سلام الله عليك يا مولاي الرضا. والحين راح ندخل صحن البلاب، هذا الصحن اللي أكثر زوار الإمام الرضا سلام الله عليه يحبونه، لأن القبة كلها تبين خطوات بس خطوات. هذا الصحن أدري سلام الله عليك يا مولاي السلطان، متأكد أنا كل زوار الرضا ينطرون اللحظة اللي يدخلون فيها هذا الصحن من هذه البوابة، وشوفون هذه المنارة، منارة السلطان سلام الله عليه، ويلتفتون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، روحي لك الفداء. يا علي ابن موسى، يا علي ابن موسى، يا علي
يا ابن موسى الرضا. ما أقدر أقول إلا كلمة واحدة، وأدري علي ابن موسى الرضا سلام الله عليه يسمع كلامي ويرى مقامي ويرد سلامي. كلمة واحدة راح أقولها للمولى الرضا سلام الله عليه، كلمة واحدة وشوفوا وش يصير فيكم وانتم تسمعونها. على بابي السلاطين الخدم تنذل، ويم بابي الرضا الخدام تدلل. إذا سائل وصل ما أعتقد يسأل قبل ما يبدي يسأل، ياخذ جوابه يا بين موسى يا بين موسى يا بين موسى يا علي ابن موسى الرضا. ما أدري ليش بس هذا المكان وهذا الماء وهذه النافورة هم تعني لي الكثير، كل شيء مرتبط بصحن الرضا، كل شيء مرتبط بالإمام السلطان سلام الله عليه يعني لي الكثير. والحين راح ندخل داخل وراح أقول لكم على محل الشرف، وين مكان شرف الإنسان إحنا أقول لكم عنه. أشرف وظيفة للإنسان، أعظم مكان يكون فيه يخدم زوار الإمام الرضا ويأخذ نعلهم ويتشوفون نفسيتهم وما يأخذونهم يعرفون أعظم هذا الشيء. هنيئا لهم الله، والله هنيئا لهم، الله يحفظهم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي بن موسى الرضا. هنيئا لهم هنيئا لهم هنيئا لهم. بس خلاص تسكن يا جاهز عندك طوعه يا صاحب الزمان. يا علي ابن مسلم يا مولاي يا علي ابن مسرضة، اشهدوا علي الامام الرضا سلام الله عليه. كنت بس ناوي اوريكم شلون الزياره بس غصبا علي اعيش ما اقدر. هذا علي ابن موسى الرضا شيء ما نقدر نتكلم عنه ولا نقدر ما ادري. سلام الله على الامام. اي والله سلام الله على الامام. اللي خلال لحظات ان شاء الله راح ندخل على المولى ويشوفنا والله ويسمع كلامنا ويرد سلامنا ويرى مقامنا سلام الله عليه. إن شاء الله الله يرزقكم هالزيارة في القريب العاجل، تحسون بكل شيء إن شاء الله. ولا تنسون نيابة عن الحجة، أرجوكم هذه لا تنسونها نيابة عن الحجة. زوروا الزيارة، أي زيارة كنتم أي زيارة، واللي بكربلة زوار كربلة أرجوكم وصلوا للحسين السلام، قولوا له في خادم الحين عند شباك الرضا مشتاق للحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد، هذا الشباك من برا. اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي. شوفوا زحمة الزوار، والله العظيم بكل يقين الرضا يشوفهم واحد واحد، يطيب خاطرهم واحد واحد، يأنس واحد واحد، أنيس النفوس أنيس النفوس واحد واحد، والله ما يقصر. سلام الله عليك يا مولاي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هنيئا للزوار، هنيئا لكم يا زوار الرضا، هنيئا هنيئا مريئا لكم، عليكم بالعافية يا مولاتي فاطمة. حفظي زوار الرضا، حفظي زوار الرضا. اقترب اللقاء يا علي بن موسى. مشكور مولاي، غير شكرا ما عندي، غير كلمة شكرا لا والله ما عندي. بعد ما تدخلون هالبوابة شوفون الزوار، الله يقضي حوائجهم جميعا، الله يقضي حوائجهم.
تلتفتون. السلام عليك يا أنيس النفوس، اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي بن موسى.